ما أشارته المقرر الخاص للأمم المتحدة بالانزعاج الغربي مما يحدث من دمار، يعني وصفته طبعا دمار وصدمة، لكن لماذا لا يكون هذا الانزعاج الغربي على أرض الواقع؟ يعني لم نتحدث في هذه النقطة بالتحديد، كيف يكون المسار لتنفيذ وقف لإطلاق النار وأيضا لإثناء إسرائيل على استهدافاتها المتكررة وعلى جرائم الحرب؟ كما تلاحظ معي أن الادعاءات الأوروبية بالديمقراطية وحقوق الإنسان وادعاءات الولايات المتحدة الأمريكية سقطت في هذا الاختبار بجدارة، وأوضحت أن هذه الدول تمارس ازدواجية معايير وانتقائية في إنفاذ القانون والقانون الدولي، عدا بعض الدول كأسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وتصريحات للنرويج وغيرها من الدول التي حاولت أن تتوازن في سياساتها، وحتى الدول لبريطانيا وألمانيا وهولندا وإيطاليا تراجعت عن جملة كبيرة من التصريحات وبدأت تستعيد جزء قليل من هذا التوازن بعد أن فقدت مصداقيتها في مواجهة مواطنيها. وأنت قلت في سردك للأخبار أن حزب العمال لأول مرة يصدر هذا البيان بعد أن رسب في الانتخابات المحلية. صحيح. الجماهير في داخل بريطانيا عاقبت حزبي المحافظين وحزب العمال، وفاز أحزاب صغيرة كحزب الخضر والمستقلين. يعني الضغط الشعبي له دور. طبعا كان له دور مهم، ولأول مرة القضية الفلسطينية تصبح عامل مقرر في الانتخابات في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك وجدنا ازدواجية خطاب يحاول أن يقول بدنا حماية المدنيين، نحن إحنا ضد مع قتل مع مواجهة حماس وضد حماية المدنيين. هناك خطاب يعني ملتبس لا قيمة له. ثم الحديث عن دولة مستقلة والاعتراف بها كما يقول ديفيد كاميرون وكما قال بايدن وبلينكين، ولكن عند لحظة الحقيقة بتصويت الأمم المتحدة في مجلس الأمن على العضوية الدائمة تتحفظ هذه الدول أو تستخدم حق النقد الفيتو، ثم لاحقا في الجمعية العامة تتحفظ أو تمتنع عن التصويت في دعم القضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه. لذلك هذه الدول علينا ألا نثق بها، هذه دول استعمارية، كما أن التاريخ الإنساني الأكثر بشاعة في العالم كان واضح أوروبا وغيرها. واضح طبعا ما تقوله هو، يعني كما قلنا أن جرائم الحرب المرتكبة في الحرب على قطاع غزة لم تحدث في كل تاريخ الحروب على مدى السنوات الماضية. أشكرك على هذه التفاصيل الواضحة الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، كنت معنا مباشرة.